ونادي الوحدة. طبعا علي شراي اللي متابعني وقف لي على الوحدة، أي غلطة بيكتب لي على الواتس، شوفي خف علي شوي. إذا مراسلنا هو في جدة التقى وكان له مع هذا الحوار الموسع، نتابع. أول شيء أنا أحب أشكر سمو الأمير محمد بن سلمان، لأنه فعلاً رؤية 2030 أعطت الفرص لتمكين المرأة، بس تمكين المرأة ما حيكون ناجح لو ما أعطوا الفرص للناس الصح، يعني عشان كده أنا أعتبرها أمانة، ما أعتبرها صعوبات، بالعكس يعني أنا شفت أنه هذا شيء، زي أرجع أقول كلمة أمانة، أنه الواحد يعرف أنه النادي عريق وأنه نادي له تاريخ جميل. إحنا كنا نبغى مع إصرار الإدارة في أنها توصل للمجد الجديد أنه إحنا نعمل لهذا المجد، ولو تلاحظ ترى الإدارة الجديدة يعني إدارة بتعمل بصمت، وأنا كنت رافضة في البداية أنه أنا أطلع في الإعلام إلين ما يكون في ظهور للعمل نفسه، وأنه أنا أشوف أنه شيء إحنا نقدر نعمل الشغل أول قبل ما أنا أخرج أصلا في الإعلام. أول قرار هو دائماً دراسة الوضع، يعني قعدت مع الجمهور، قعدت أعرف إيش تطلعاته، قعدت أقعد مع الإدارة نفسها إيش رؤيتها، كان لازم نعرف إيش اللي لازم نسويه، بأنه إحنا نعرف أصلاً نادي الوحدة إعلامياً فين كان. وأول إنجاز حبينا نطلع فيه أنه من قراءتنا للوضع أنه لمجد جديد، حبينا نوري أنه إحنا بنعمل لمجد جديد، مو شطارة بس نقول إنه إحنا سوينا، الفكرة إنه إحنا كلنا نكون في رؤية واحدة مع بعض، وهذا طبعاً اقتداء بالأمير سمو الأمير محمد بن سلمان، إنه أول شيء الواحد سواه إنه كان حط رؤية، وإحنا هذا الشيء اللي نبغى نسويه، إنه نوري رؤية الإدارة إنه إحنا في مجد جديد بنشتغل عليه، وهذا الشعار دحين صار متداول، وهذا الشيء أنا يعني سعيدة فيه إنه صار حتى الجمهور من كثر ما إحنا حطيناه في الإعلام وصرنا بنستخدمه، وصار كل الجمهور معانا حاسس بإنه هو يبغى يوصل للمجد الجديد إن شاء الله. نادي الوحدة غير إنه هو نادي مكة ونادي العريق، يعني العمل في الدوري المحترفين له كده طابع جميل، لأنك أنت بتتعامل مع جمهور بيعشق للنادي. هذه الثقة اللي أدوني هي أنا صراحة أقدرها وأعتبرها أمانة، أمانة مو بس لي، لكل السيدات اللي بعد كده ممكن يمسكوا هذا منصب زي كده. هو صدف أنه أنا والفريق دحين معايا يعني ناس خطيرين رهيبين، بس ما في منهم لسه سيدة، بس الباب مفتوح أنه يكون في سيدة بعد كده، بس النادي ككل في سيدات يعملوا في النادي. أنا أصلا بنت مكة، وجدي وأبو جدي وحدويين، يعني حتى لهم صورة لازم أديكم، هي يعني لهم صورة هم قاعدين في الملعب قدام الكاس، ويعني كانوا يعملوا ذبيحة، أول كل جول يدخل لازم تنزل الذبايح يعني. فأنا كنت فخورة بالعكس أنه أنا أرجع لمكة. تواصل معايا الرئيس التنفيذي أستاذ تركي عبد المجيد، هو الرئيس التنفيذي لنادي الوحدة. الوالد طبعا هو دائما قدوتي في الاشياء هذه، فاكيد استشرته، لانه يعني كان في البدايه كده ضجه في البدايه، فانا كنت عارفه هذه ممكن تكون ايجابيه او سلبيه، فيعني انا عمري ما كنت اشيل هم او الـ الـ الكلام اللي ممكن ينقال، بس كنت ابغى اكون متاكده من العمل نفسه في النهايه، ما يهمني الكلام، يهمني الشغل في النهايه كده. يعني الحمد لله ان شاء الله ما في شيء صعب، بالعكس يعني الاعلام كان جدا مرحب. أرجع أقول أنه أنا ما حبيت أظهر في الإعلام إلين ما يبدأ العمل ونضع الخطة. كان في قريبا تعامل مع الإعلام في توقيع العقد لجرانتيفاي، شركة الأبليكيشن للتعامل مع اكتشاف المواهب الجديدة اللاعبين الجدد، وبالعكس كان يعني كانوا جدا مرحبين، تعاملنا معهم إنه إحنا عملنا معهم مقابلات، عملوا معنا مقابلات عن التعاقد الجديد، فما أعتبر إنه كان في بالعكس صعوبة قد ما كان في تعارف جديد مع الإعلام الرياضي.